زي ما حضرتك ذكرت، هي الواقعة حصرت على طول خطوط السكة الحديدية. والحقيقة إنه إسلام الله يرحمه كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان عنده مشكلة شوية في حركة سيره. الـ 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 يعني الـ الإجراءات أو ما تم استنتاجه من السلطات الإيطالية في البداية إنه ممكن يكون هو ارتطم بجانبه بقطار جاي في السكة، يعني هو اتخبط في قطر وهو مش قادر يمشي أو في صعوبة في حركة سيره، ممكن جدا لأنه القطر جاي معرفش يتحرك وده كان سبب الوفاة. بس إحنا طلبنا من السلطات الإيطالية بالتأكيد عن طريق بعثتنا الدبلوماسية القنصلية العامة في ميلانو فتح باب التحقيقات فيما يتعلق بملابسات هذا الحادث عشان نعرف بالضبط إيه اللي حصل وأدى إلى هذه الوفاة.